ست أمال. في إيه يا عزوز؟ صباح الخير يا ست أمال. صباح النور. ست أمال، أنا عايز أسألك سؤال. إيه؟ المصنع اللي حدانا ده ما تعرفيش حد فيه؟ لا ما أعرفش. لكن دول مش جيرانكو؟ جيراننا لكن ما أعرفهمش. يا خسارة. ليه؟ كان نفسي أشتغل عامل هناك وأكسب فلوسي بعرق جبيني وأديها لهم. وليه عايز تشتغل في المصنع ده بالذات؟ كل العمال بتقول ان صاحبه راجل طيب، راجل ولا كل الرجاله. خلاص مادام راجل طيب ما توسطلوش حد، روح قابله بنفسك وقول. والله فكره سعيده بقى يا ست أمال. ايه نهارك سعيد يا استاذ ممدوح. فاهمين زي الحال. ايه اخبارك النهارده؟ قابلته وقال لك ايه؟ رفض من غير اسباب. مستغني، مش عاوز يبيع ولا اراط من عزبته. وايه العمل؟ مساكن العمال لازم تتبني، انا وعدتهم. لو كان فيه ود وزيارات بينكم وبين بعض كانت حل الاشكال. ما انت عارف اخلاقي كويس، انا ما اقدرش اجاري الاوساط دي. اوساط مين يا استاذ؟ دول ناس عايشين من ابسط ما يكون رغم غناهم الفاحش. أربع خمس أشهر الصيف بيقضوها في الشاليه الصغير اللي في عزبتهم دي. وإيه رأيك؟ رأيي ما نعتبرش ده رفض نهائي، لازم نعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة. مش ده مبدأك؟ أنت مش دايما تقول إن الإنسان لما يسعى إلى هدف معين وبإخلاص لازم ينوله؟ بس على شرط، الهدف ده لازم يكون يستاهل. هنلاقي فين أحسن من كده؟ دي عز الطلب. نقطة فعلا وقريبة وجميلة. جميلة بس، دي ممتازة من كل الوجوه. والظاهر ان اخلاقها مفيش بعد كده. اخلاق مين يا استاذ؟ انت بتتكلم على ايه؟ على الارض طبعا. انا بحسك بتتكلم على بنت صاحب الارض. عاوز مين يا هلا؟ قابل جناب المدير. يلا خلينا نشوف شغلنا. ما شفتش جناب المدير؟ عندك في مغزى الورق. خد يا هلا. يا ده انت ولا ولا يا ولا تعالى يا ولا ولا يا جناب المدير. يا جناب المدير في عرضك يا جناب المدير. تعال سيبه يا اسماعيل. سيبه ده هو اكلم حضرتك في امر مهم. في ايه يا شاطر؟ انا جاي اطلب من حضرتك تشوف لي شغل في المصنع. تعرف تقرا واكتب كمان؟ وتحب تشتغل موظف ولا عامل؟ عامل. وليه اخترت تكون عامل؟ عشان قريت ان العامل اللي يخلص لعمله يخدم وطنه. والكلام ده قريته فين يا شاطر؟ في الجورنال. انت بتشتري جرايد؟ لا انا بشتري لب. لب؟ انت جاي تقل ادبك هنا؟ لا ابدا، افهمني شوي. بشتري لب، الراجل يلفهولي في قرطاس، اقزقز اللب واقرا القرطاس. تعرف اني مبسوط منك خالص. يعني خلاص نجحت في الامتحان؟ نجحت واشتغلت وقبض. كتر خيرك. ست امال كان عندها حق، هي اللي شجعتني. ست امال؟ تبقى مين ست امال؟ صاحبتي. أبويا بيشتغل عند أبوها في العزبة. أمال تبقى بنت صاحب العزبة؟ أيوة. كنت تطلب عزبة. أمال اسمها أمال. أمال أمال. إيه يا حوا؟ مش ناكلة البحر النهاردة؟ أنت بتعملي إيه عندك؟ إيه رأيك؟ بتبني على الرمل. أبدا بصي، أبحر غدا يعني النهاردة، وأصل الإسكندرية يوم الأربعاء يعني بعد يومين. تحياتي وأشواقي مراد. مفيش قبولات، أنا قليل الذوق. معذور، أصل عارف إن بابا وأخويا يمكن يقروا التلغراف. وإيه يعني؟ مادام أنت بتقولي إنه قريبك ومخطوبات. أيوة لكن مش رسمي، إحنا موعودين لبعض وإحنا صغيرين. طب ما اتجوزتوش ليه لما كبرت؟ مراد سافر يكمل علوم. أنت فين يا مراد؟ واقف بتعمل ايه هنا لوحدك؟ بفكر. في مين يا ترى؟ في الايام اللي مضيناها سوا على المركب، وخساره النهارده يكون اخر يوم في رحلتنا. ارجو ما يكونش اخر يوم في صداقتنا. مش معقول يا روحيه، احنا بنعرف بعض بقالنا اربع ايام، انما متهيألي بنعرف بعض بقالنا اربع سنين. نفس الشعور عندي، وبابا كمان كان بيكلمني من شويه عن المشاريع اللي فكرتوا فيها سوا. ده بقى معجب بيك خالص، اصله ما يرفضليش طلب ابدا.
يعني افهم من كده ان انا مديون لك بالاعجاب ده؟ اعتبره دين صداقه. ويترد ازاي؟ بالصداقه برضو. ابقى اتصل بيا بعد شويه هقول لك. ايوه 5 دقايق بس. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا امال. انت وشك بيضحك النهارده. اصل مراد حيوف. قولي لي كده. مش هتيجي معايا نقابله؟ والله يا بنتي كان بودي، لكن النهارده بالذات مش هقدر. عندي جلسه في البورصه لازم احضرها. خد اخوك بدالي. طب هو فين؟ تلاقيه في الجنينه ولا على البحر بيصطاد سمك. طيب انا رايحه له. من حق ايدك. ايدي؟ ايدي على ايه؟ العيديه، العيديه بتاعت كل سنه. العيد قرب وانت عارف الفلاحين مستنيين الهدايا بفروغ صبر. عارف عارف. والله يا بنتي كنت ناسي، كويس اللي فكرتيني. اقول لك بكره ولا بعد يكون المبلغ عندك. طيب ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا. الو شاكر. سيد امين. يا سيد امين، السوق في نزول مستمر، مش هاين عليا اطوعك واشتري. الانسحاب مش هيمنع الكارثه، املنا كله ان السوق يتحسن. اشتري انت على قد ما تقدر، واللي يجرى يجرى. اشتري انت بس، انا جاي لك في السكه. عادل. صباح الخير يا امال. صباح النور. بتعمل ايه؟ بصطاد. تصطاد سمك؟ لا، جمبري. ايه ده؟ لساكوا على حكاية سعيدة دي؟ شهر 30 يوم مع الحال ده. وبرضه ما عرفتش هي مين؟ طبعا عرفت، اسمها نوال، تبقى اخت صاحب المصنع اللي جنبنا. تعرف انها لطيفة؟ جدا. ومؤدبة؟ جدا. وباين عليها بنت حلال؟ جدا جدا جدا. طب خلاص مبروك. على ايه؟ مادام عجبك للدرجه دي روح اطلبها من اخوها. ليه؟ اكسبريس؟ مش لازم نعرف اخلاق بعض قبل وندرس اخلاق بعض ونشوف اذا كنا لايقين لبعض ولا لا؟ هنرجع للموالي القديم؟ يلا بينا، مراد زمانه هيوصل. هو يعني الحمام الزاجل يغيب يغيب وما يرجعش الا اليوم اللي السناره هتبتدي تغمس فيه؟ معلش كلها ساعتين وترجع، هي السمكه هتطير. يلا يلا. حاضر. اننا وصلنا، على قد ما انا زعلان عشان هنفارق بعض. انا وعدتك اكلمك بالتليفون اول ما اوصل مصر. واللي يضمن لي؟ انت بتشكي في كلامي؟ لا. روحيه، انت مستنيه ايه عشان توضبي الشغل؟ كمان ربع ساعه بالكتير ونزل من المركب. حالا يا بابا، دقيقه واحده. نازل مصر على طول يا مراد؟ لا والله، يمكن اقعد يومين او ثلاثه. خساره، كنا سافرنا سوا. حضرتك مسافر على طول؟ لا، كنت رأيت مهم امضيه الليله واسافر بكره. يبقى نشوف بعض في مصر ان شاء الله. نازل فين؟ في اسكندرية؟ في الوينسور يا فندم. طب ما تنزل معانا في سان ستيفانو. يا ريت، لكن ما افتكرش، جماعة قرايبي ما شفتهمش بقالي سنتين تقريبا، وطبعا ما يصح. طبعا طبعا، على العموم اجتهد تحصلني على هناك. هعمل كل جهد يا فندم. مين اللي بتشاور لك دي؟ واحدة من قرايبي. باين عليها مهتمة بيك قوي. اسمها ايه دي؟ امال. امال عبد الرحمن. ايوه، انت تعرفيها؟ معرفة قديمة، كنا مع بعض في المدرسة. هي دي قريبتك اللي معزوم عندها الليلة؟ ايوه. تعرف انك وحشتنا يا مراد؟ انت كمان. عشان كده كنت بتبعت لي كل 3 اشهر جواب. يا سلام عليك يا امال، دي اوروبا، لازم تعذريه. وعرفت روحية فين؟ في فرنسا. تعرف انها حلاوه عن زمان؟ انت تعرفيها؟ من ايام المدرسه. انتوا كنتوا صحاب؟ لا بالعكس، طول عمرها تكرهني لله في لله كده وتغير مني. مش لما كنت تلامذه تلاقيها اتغيرت دلوقتي؟ لا بالعكس، عشان لما كنا في المينا عملت نفسها انها ما شافتنيش. غريبه، ما خدتش بالي. انت نازل فين يا مراد؟ في الوينسور. على فكره اعمل ترتيبك على سهره الليله، الولد عايز يشوفك. توحشني جدا، ازايه؟ كويس الحمد لله.
مش قادر اقول لك تطلع تسلم على بابا يا مراد، عشان اعرف انك تعبان من السفر. اشوفك الليله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. اشتري. عارف مفيش قدامنا غير نص ساعة. زي بعضه اشتري. عادل، ازاي السوق النهاردة يا بابا؟ تدهور في الأسعار، ربنا يستر. سيد أمين، أنا نفذت أوامرك، لكن مع الأسف مخاوفي كانت في محلها. هي مكشوف بكام؟ 60,000 جنيه. طيب المبلغ هيكون عندك في الميعاد. المبلغ المطلوب مش موجود عندي. 60,000 جنيه لازم ادفعهم من هنا لبكره. ما عنديش رصيد. والعمل؟ والله ما انا عارف يا ابني. ما تشيلش همنا يا بابا. انا مش شايل همك انت. اللي صعبان عليا اختك. ذنبها ايه المسكينه تتنقل مره واحده من عيشه الغنى لعيشه الفقر؟ نتيجة غلطة غلطتها أنا. مش لازم تعرف أي حاجة عن الموضوع ده. ومين يا بابا اللي هيقولها؟ المهم مش بس ما نقولهاش. المهم مفيش حاجة في حياتنا تتغير. مش لازم تلاحظ علينا أي شيء. أي شيء. كانك النهاردة يا بابا من ساعة ما قعدت ما بطلتش ضحك ولا تنكيت. ما كنتش عارف ان دمه خفيف بالشكل ده. لا ده انت متاخره قوي، والنكت دي قلناها قبل كده بس انت ما خدتيش بالك. قول لي يا بطل، وانت ناوي على ايه؟ بخصوص مستقبلك. والله النظريات اللي اتعلمتها في اوروبا ناوي اطبقها هنا. بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا. يا سلام عليك يا عادل، دايما تقلب الجد هزار. بكره تشوف مراد هيعمل ايه. القرشين اللي سابهم لي المرحوم والدي ناوي اضربهم في 10. لازم عندك مشروع مضمون. مشاريع وكلها مضمونه. اعرف حاجه عنها. اول مشروع تحط انت 20,000 جنيه وانا مجهودي وخبرتي. ايه حكايتكم؟ احنا جايين نتكلم في شغل ولا جايين نرقص وننبسط؟ امال عندها حق. عن اذنك يا سيد امين. اتفضل يا ابني. لو تعرف قد ايه وحشتك. بقالك زمان ما رأيتيش. بقالي سنة وثمان اشهر وعشر ايام. عادل، لما ترجع اختك اشوف اي طريقة عشان اقعد لوحدي مع مراد. انت برضه ناوي تقول له على الحقيقة؟ طبعا يا ابني، امال نخدعه؟ لا بس الاحسن نستنى لما يخطب امام رسمي وبعدين نقول له على الحقيقة. هم دلوقتي في حكم المخطوبين، هو مش غريب. أمرك يا بابا. لا اسمع، اللي سمحت لك بالرقصة دي بس، ويكون في علمك أنا مش جاية الليلة دي عشان أرقص معاك أنت. عايز أقول لك كلمتين، بس ما تزعليش. قول. معرفش ليه بتهيألي إنك عاملة لمراد تمثال مش موجود في الحقيقة، موجود في خيالك أنت بس. يمكن أكون غلطان، لكن معرفش ليه متهيألي. أنت غلطان. والله يا ابني انا كان بودي احط ايدي في ايدك النهارده قبل بكره، لكن انت مش غريب وفي حاجات لازم تاخد وضعها الطبيعي. بخصوص ايه؟ بخصوص امال. و انت مسافر مصر امتى؟ بكره او بعده، انا لسه ما حددتش. اذا نتكلم في الموضوع بكره على رواق. انا منتظرك في المكتب. عنا بكل ممنونيه يا فندم. الاستاذ مراد عزمي. ايوه. التليفون لو سمحت. شك على اذنك. اتفضل. Thank you.
عفيف، ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ اخسى عليك، هو ده وعدك؟ مش قلت كلها ساعتين زمن وتحسننا؟ انا محرج جدا يا روحية ومش عارف اقدر اعتذر ازاي. ولا حتى عشان خاطري؟ ميرسي، كنت احب انك تيجي تقول لي الكلام ده بنفسك. انا لوحدي، بابا ابتدى موسم الشغل خلاص وقاعد يمضي اتفاق مع صاحب مصنع الورق الاهلي، بقت عيشه تزهق. بالعكس دي حاجه تبسط. يا سلام على الوالد، اهو كده رجال الاعمال يا بلاش. انا هبتدي غير من بابا بقى. مستعد ترديني؟ تسافر معانا بكره؟ مش هتقدر؟ ولا حتى عشان خاطري؟ خاطرك عندي اغلى من اي شيء، لكن مش بايد. مسائل عائليه تضطرني ان انا اقعد هنا بكره. لا يا مراد، انا مخصمه بجد، مخصمه ومش هصالحك ابدا الا لو غيرت رايك. ارفعي بقى روحيه. اسمعي النهارده في كلمه واحده، كان يوم يعلم بربنا تدهور ما شفناهوش من 10 سنين، بس انا اللي صعبان عليا. امين امين عبد الرحمن. ايوه، جات لي اخبار ان الهزه الاخيره دي خدت كل ثروته المسكين. بتتكلم جد؟ زي ما بقول لك. زعلتني يا شيخ. مسكين ما يستاهلش. مدموزيل، اديني من فضلك سان ستيفن. أمال. أيوه. سعيدة. سعيدة مبارك. قصدي سعيدة، ما شفتهاش؟ آه، ما خدتش بالي. مالك يا أمال؟ لسه متضايقة من سفر مراد؟ طبعًا. مش مصدقة إنه يسافر كده من غير ما يودعني. مش عايز أقول لك الغايب حجته معاه. أنت دايمًا كده، مفيش بينك وبينه عمار. بالعكس، مراد أنا مكرهوش. كل ما إن عشرته كفاية عشان أفهمه. هو كده. مفيش لزوم تظلمه. أكيد اضطر يسافر فجأة. بكرة هتشوف، يا هيكلمني من مصر يا هيبعت لي جواب. يمكن. يا سلام، المنظر جميل قوي من بعيد، ولو قربت شوية يمكن يزيد جمال على جمال. يعني مش هقدر أخبي عنك حاجة أبدا؟ مين أقرب للأخ من أخته؟ خصوصا اخت مكاره زيك. اسمع يا ممدوح، ما دام عجباك ادخلوا البيوت من ابوابها. مش بس لما تيجي الفرصه المناسبه. اوجدها. انت دايما تقول ان الانسان هو اللي بيوجد الفرصه، مش الفرصه اللي بتوجد الانسان. صحيح، بس المره دي مش عارف اعمل ازاي. اسمع، عايز نصيحتي؟ اختصر الطريق واطلبها من بابا. وهي اعرف شعورها ازاي؟ مش يمكن مين اللي قاعد معاها هناك ده؟ ده اخوها. اخوها؟ ايوه. انت متاكده؟ ومطمنه. واطمن انت كمان، انا حاسه انها بتفكر فيك زي ما انت بتفكر فيها. مجرد فرض. طب اسمع، ليه امال بتيجي كل يوم في الوقت ده على البلاج؟ وهو ده دليل؟ اسالني انا. اسمع يا ممدوح، ما دام امال عجباك روح اطلبها من باباها، وانا حاسه انها هتكون من اسمتك. استاذ ممدوح. ايه يا عزوز؟ حط الكلام ابو ست امال مستني حط الكلام في المكتب. ابو الست امال؟ ايوه. ابوها؟ ابو امال؟ يا ترى ايه اللي جاب؟ الاسم. مش قلت لك يا ممدوح رزقك هيجي لك لحد عندك؟ تفتكري انتهزها فرصه واكلمه؟ طبعا تكلمه، ده ربنا اللي بعته. روح يا ممدوح روح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. لو تعرف يا سيد امين قد ايه انا كنت منتظر الفرصه دي بفارغ الصبر. والله من جهتي أنا كنت أحب إن أول زيارة أزورها لك تكون لمجرد التعارف، لكن ما باليد حيلة. أنا بصراحة جاي في عمل. مفهوم. بخصوص حتة الأرض اللي كنت طالب أشتريها؟ لا، بخصوص العزبة كلها. أنا قررت إني أبيع العزبة، ما خبيش عليك أنا محتاج لتمنها، وفضلت إني أقصدك أنت في الأول قبل غيرك لسببين. الأول إن الجار أولى بالشفعة، والتاني إن اللي له رغبة في جزء بيكون عادة مستعد يشتري الكل. فعلا. تحب تبيع بكام؟ السعر اللي تحدده. تمن أنت وأنا موافق. على أساس تمن المتر العزبة النهاردة تساوي 100,000 جنيه،
وأنا مستعدة أتنازل عنها مقابل 60,000. 60,000 بشرط واحد، العقد الابتدائي يتمضي النهاردة والمبلغ كله يدفع النهاردة. تحرق أرضك علشان محتاج للمبلغ ده النهاردة؟ مسألة شرف. مدام كده 100,000 جنيه تمن يوافقني والشيك تحت أمرك. أنا طالب 60,000 وأنا ما أخدش بالتين اللي يساوي 100. يا سيد ممدوح، أنا سمعت كتير عن كفاحك وجهادك في الحياة، لكن اللي سمعته عنك أقل من الحقيقة. ما تكبرش الحكاية أرجوك. ما تكبرش الحكاية. أنا من النهاردة مديون لك بسمعتي وشرفي، وتقدر تطلب مني أي شيء، أي شيء، حتى حياتي. كل اللي أطلبه منك إنك تنسى الموضوع ده. فليكن، وأشكرك. أنا اللي أتمناه إن موضوعنا ده يفضل في طي الكتمان لحد أحوالي ما تتصلح، إن كانت هتتصلح. أنا تحت أمرك، أنا هجهز لك الأوراق والشيك حالا. سيد أمين، صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. طبعا حضرتك ما تعرفنيش، لكن أنا أعرفك. أنا نوال، أخت ممدوح. أخت ممدوح؟ أيوه. أنا أم أكرم، أنا ليا الشرف اللي تعرفت بيكي وبأخوكي. ميرسي يا فندم. لا لا لا، عادة الكلام ده بيتاخد على إنه مجاملة، لما النهاردة أنا تعرفت براجل بمعنى الكلمة. يا سلام، ما عندكش فكرة قد إيه الكلام ده بيفرحني. طول عمري كنت أقول لممدوح اسمتك هتيجي لحد عندك، وأنا واثقة إنهم هيكونوا سعداء مع بعض. قصدك أمين وممدوح؟ طبعا، هو مش هيلاقي أحسن منه وهي مش هتلاقي أحسن منه. ورأي حضرتك أنت؟ والله يا بنتي كل شيء اسمه. صحيح، عشان كده لازم أمل تعرف كل حاجة عن ممدوح. تصور حضرتك إنه كان متردد ومش عارف إزاي يفتحك في الموضوع كده. تعمل إيه في طبعه؟ أصله خجول قوي. قصدك تقولي نبيل؟ الحمد لله اللي شجعت، كان شعوري في محله. أنا كنت حاسة إنك هتحبه من أول ما تعرف. ما تقدريش تتصوري قد إيه أنا حبيته. يعني حضرتك موافق؟ والله أنا سبق قلتلك إن كل شيء اسمه، عن إذنك. مع السلام، سلم على أمل كتير. يوصل. مبروك يا ممدوح، ألف مبروك. علشان تعرف إن كلام أختك ما بينزلش الأرض أبدا. مبروك. مبروك على إيه؟ فاهمين إيه؟ أنا عرفت كل حاجة، وكنت دلوقتي حالا مع باباها. باباها؟ أيوة، باركت له هو كمان. لكن إزاي باركتيه؟ بصفتي أختك الصغيرة. أيوة، لكن أنا ما فتحتوش في الموضوع. ها؟ أنا مش اتفقنا؟ أيوة، بس يا دي الكسوف. هيقول علينا إيه دلوقتي؟ هيقول ايه يعني؟ هو عيب انك تروح تخطب بنته؟ ايوه يا بنت الحلال، لكن ايه؟ ده كان هيطير من الفرح يا ممدوح. صحيح. امال هزار يعني؟ اسمع يا ممدوح، انا مش زعلانه، سوء التفاهم اللي حصل ده بشرة خير. الخطوه الاولى اتعملت وعليك انت بقى الباقي. باقي ايه بس؟ انك تقابل امال، تفهمها الموضوع، تقنعها، تالف، تقول اي حاجه. يا اخي باباها موافق. موافق يا ممدوح. جالك كلامي اهو مراد بعد جواب يعتذر. شفت بقى انك كنت غلطان في حقه. انشته كويسة، لكن مش فاهم عايز يقول ايه. مش فاهم عشان انت مش عايز تفهم. انت اللي مش عايزة تقري اللي بين السطور. يا سلام، في ايه بقى بين السطور؟ في انه بيتهرب، بيحاول يبرر سفره المفاجئ بأعذار وهي. وهي عشان انت مش بتحبه. يا بنت الحلال، سبق وقلتلك مراد من النوع اللي يحب بحرارة، لكن مش ممكن يحب بإخلاص. مين هو ده؟ لا، ده واحد صاحبنا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ابني. ما تتكلم بصراحة، بيقول عن مراد. مراد؟ ماله؟ بيحاول يشرح لك في الجواب ده هرب ليه؟ انت كمان يا بابا؟ وحيهرب ليه؟ فهموني. الله اعلم. على العموم ادي ال 200 جنيه اللي كنت طالباهم. ميرسي يا بابا. قولي لي، ايه رايك في جارنا صاحب المصنع؟ ليه بتسال السؤال ده؟ انا بلغني انه معجب بيكي وبيتمنى قبل انت ايه رايك فيه؟ أنا موعودة لمراد وماليش رأي في حد غيره. مراد على عيني ورأسي، بس لحد دلوقتي ما كلمنيش رسمي ولا كأنه فاكر. فوق كده وعدني إنه يقابلني وراح ولا وش الضيف. ما هو بعد جواب يعتذر، عايزين منه إيه أكتر من كده؟ وبيقول أول ما هيخلص شغله هيجي.
لما يبقى يخلص شغله. سعيدة يا سعادة. سعيدة مبارك يا ست أمان. على فين؟ هروح أشتري الهدايا. مع السلامة. يا ما نفسي أقول لها جارنا ده بأمين وعمل فينا إيه؟ وأنا كمان، بس مش قادر. تصور ان الجواز صعب للدرجه دي. امال ايه؟ انت فاكر سهل كده؟ سهل صعب. هقول لها الكلمتين اللي هيقدرني عليهم ربنا، والدعوه هي جاهزه باسمهم، بس على الله ييجوا. ايوه على الله ييجوا، ييجوا كلهم. ضروري نجامله ونحضر السهره دي، الراجل اهتم وبعت لنا دعوه رسميه. ايه رايك يا امال؟ لكن احنا ما نعرفهمش. كفايه انهم جيراننا يا بنتي، واذا كنا السنين دي كلها ما حاولناش نتصل بيهم فالحق علينا. وادي الفرصه، مش هنلاقي احسن منها. دي سهرة عاملها ممدوح بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المصنع. وناوي تحضرها يا بابا؟ آه طبعاً، ممدوح دلوقتي بقى أهم عميل عندنا، ومن رأيي كمان مراد يحضرها معانا. تفتكر وجودي معاكم ضروري؟ من غير شك. قال له تتعرف على ممدوح. من هنا ورايح أنت اللي هتبشر كل المعاملات وياه. العين والحاجب اخطر واتعجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعجب، العين والحاجب اخطر واتعجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعجب. بعدك مش هين يا فايتني وناسي، يا فايتني وناسي، وقالوا لي حنين. قلت لهم قاسي، قلت لهم قاسي، حبيت وداريت شوقي وناري. والامتى احبك واري؟ ازيك؟ الحمد لله. فكر سعيد. ايام تقابلني وسنين تشغلني، يا اللي قتلني بالعين والحاجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. كلمتها وانا لحقت، انا لسه متعرف عليها دلوقتي. وماله، دي فرصه ما تتعوضش. حولها ايه بس؟ كلها اللي يطلع من قلبك. هو راضي ينطق؟ ساعه الجد هينطق. اسمع، خير البر عاجله. امر الله. لو يضحك سنه. انا اسمه مشرف. الله يحفظك. على قد ما خدتوش حاجه ليه؟ محمود. والنبي لو منك. تفضل. معلش، بسيطة بسيطة. لا مؤاخذة، اتفضلي. ثانية واحدة، مش هيكون له أثر. اتفضلي. ازاي يحصل كده؟ لا، جرى خير. يكفى اللي جرالي واللي ظلم حالي، ايام وليالي بالعين والحاجب، ده العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر واتعاجب، اخطر واتعاجب، بالعين والحاجب اخطر واتعاجب، ده العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعاجب. انا مش عارف ازاي حصل كده. الحقيقه مش غلطتك، انا خايف اكون مدموزيل زعلت مني. هتزعل من ايه؟ انا اللي هدفع ثمن الفستان. اظن واجب اعتذر لها كمان مره. والله اللي تشوفه. عند اذنك. اتفضل. والله
استاذ امال. الله، انت لوحدك؟ امال نوال فين؟ جايه حالا. مدموزيل امال، احب اكرر لك اعتذاري. ابدا ما حصلش حاجه، طول عمري كده اغرق في شبر ميه. ياه، الحكايه دي مزعلك قوي. اصلها طيرت كل اللي كان في دماغي للدرجه دي. كنت محضر لك كلمتين عايز اقولهم لك، دلوقتي مش عارف اتلم عليهم ازاي. بخصوص ايه؟ بخصوصك انت. انا قصدي بخصوصي انا. انت تقدري تقولي بخصوصنا احنا الاثنين؟ يمكن كلام ما يكونش فيه حاجه جميله، لكن اؤكد لك ان الشعور اللي في قلبي اجمل من الكلمه اللي على لساني. مش عارف اقولك ازاي، انك اجمل انسانه شفتها في حياتي. من يوم ما شفتك حسيت بشعور غريب، هو اللي خلاني اتجرأ دلوقتي واطلب منك انك تكوني شريكه حياتي. ايوه، بس انا عارف اني اتكلمت من غير تمهيد، بس كان لازم اقولك اللي في قلبي. مش طالب منك الرد دلوقتي، فكري كويس، واذا ما ردتيش هفهم سكوتك معنى ايه. استاذ ممدوح، لا مؤاخذه، في وفد من العمال جايين برا علشان يحيوك، تسمح؟ انا جاي حالا. عن اذنك. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سيداتي وسادتي، بعد اذنكم، العمال عندهم كلمة عاوزين يقولوها للأستاذ ممدوح بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المصنع. شكرا على إنك بتعاملنا كلنا زي ما نكون أسرة واحدة. شكرا على المدرسة والجامع والمستشفى اللي بنتهم لنا. عملت للعامل في المصنع ده اعتبار وكرامة. جمايلك مش هننساها. ربنا يقدرنا دايما نردها لك إخلاص وتفاني وعمل. ربنا يحميك. يعيش الأستاذ ممدوح. يعيش يعيش يعيش. أشكركم من كل قلبي. المصنع ده مصنعكم أنتم، اتبنى على أكتافكم. ربنا يقدرني إن أكون عند حسن ظنكم دايماً، وربنا يوفقنا جميعاً. اتفضلوا، البيت بيتكم. أستاذ فهمي وصلهم للبوفيه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. قولي يا ممدوح، كلمتها؟ أيوه. وقالت لك إيه؟ نستني الرد. يا رب توفق يا ممدوح، يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما لقيتكم اتاخرت افتكرت انكم مش جايين. اولا معقول المصنع ده مصنعي؟ ازيك يا روحيها؟ الله يسلمك، ميرسي قوي. اقدم لك الاستاذ مراد عزيز. اهلا وسهلا، تشرفنا. خلي بالك منه، ده بقى في ايده كل شيء، عنده كارت بلانش كده. بس على الله التفاهم معاه يكون اسهل. انت وشطارتك بقى. وما دمت عرفتكم بعض، عاوز اعرف رايكم بقى ايه في العقد الجديد. ان شاء الله. اذا انسحب انا يا بابا. اتفضل يا فندم، البيت بيتك. اتفضل. من جهه العقد الجديد يا استاذ مراد بقى المساله. المفاجأة اللطيفة دي، ازيك يا أمال؟ ازيك انت يا روحي؟ الحمد لله. لا قولي لي، انت بتعملي ايه هنا؟ معزومة. أما صدفة غريبة، تصوري إن احنا ما شفناش بعض من أيام المدرسة؟ لا، اتقابلنا مرة قبل كده في المينا. صحيح، وحياتك ما خدت بالي. اعذريني، لازم كنت مشغولة شوية. مشغولة؟ من أيام المدرسة وأنت كدبك مكشوف. أعمل إيه؟ أصل مش نبيها زيك عشان أداري كدبي. أنا عمري ما كدبت في حاجة. طب وإيه رأيك في اللي يثبت لك إنك كدبتي؟ في إيه؟ مش دايماً أنت تقولي إنك مخطوبة؟ ولسه بقول. طب وفين خطيبك ده؟ هو لازم أجرجره ورايا عشان تصدقي؟ لا، بس على الأقل يكون جنبك، مش المفروض إنه بيحبك؟ اطمني، أنا عارفة كويس شعوره من ناحيتي. أنت متأكدة؟ أنا عارفة بقول إيه؟ كلام، لكن أنا ما اكتفيش بالكلام، أنا مجرجرة خطيبي ورايا. يعني ما باركتليش. مبروك. أخصى عليكي، وبتقولها لي كده ليه من غير نفس؟ ولا سألتني اسمه ايه ولا حاجة. أصلها حاجة ما تهمنيش أبدا. يعني لكن أنا يهمني، يهمني أخد رأيك. بمناسبة ايه؟ علشان كنا حبايب ودلوقتي بقينا قرايب. قرايب؟ طبعا، ما هو خطيبي مش غريب عنك، خطيبي يبقى مراد، مراد عزم. الله، مش بترد ليه؟ مش مصدقاني؟ معذورة،
انا عندي الاخبار انكم موعودين لبعض وانتوا صغيرين. ابدا. امال ايه الكلام اللي سمعته ده؟ انت عارفه العوايد ايام زمان كانوا الاهالي يجوزونا ويطلقونا على كفه. طمنتيني. انا كنت خايفه للناس تفتكر ان خطيبك فضلني عليكي وسابك علشاني. مش انا اللي خطيبي يسيبني، انا عمري ما كنت مخطوبه لمراد. غير كده انا مخطوبه لواحد تاني. مخطوبه لواحد تاني؟ مين هو يا روحي؟ هتيجي مناسبه اعرفك بيه. تبقى فرصه لطيفه، انت تقدمهولي وانا اقدمه لمراد. عن اذنك بقى يا مال، احسن زمان مراد بيدور علي، ده ما يستغناش عني لحظه واحده. عن اذنك يا باكي. اتفضلي. اوعى تزخ كده عليك كده يا مراد. الله، ابو امال بيعمل ايه هنا يا شيخ؟ سيبك منه، يلا بينا. لا لا ما يصحش، عن اذنك يا روحي. مساء الخير يا عم. اما حته مفاجاه. مساء الخير يا ابني، انت فين؟ يعني رحت قلت عدولي. اشغال ومشاغل يا عمي. انما انتوا تعرفوا ممدوح منين؟ جيران. هي امال موجوده هنا؟ ايوه. امال مش شايفها يعني؟ والله انا لمحتها من شويه واقفه مع المدموزيل اللي كانت بتتكلم معاك كده. طبعا اذنك يعني. اتفضل. انت قابلتي امال يا روحيه؟ طبعا، حكيت لها كل حاجه. ازاي تعملي كده؟ فيها ايه؟ دي صاحبتي الروح بالروح، وما صحش اخبى عليها اسرار. احنا مش اتفقنا ما نعلنش الخطوبه غير بعد ما ارتب اموري؟ ما تخافش يا حبيبي، انا رتبت لها كل امورك. ودلوقتي العمل برضه واجب عليا اشرح لها موقفي مهما كان دول قرايبي. طبعا يا حبيبي، وانا معاك، ما هم بقى قرايب انا كمان. لا، افضل اكلمها لوحدي. هي فين؟ دخلت هنا من شوية. لا مؤاخذة، بعد إذنك يا أستاذ ممدوح، كنت عاوز أمال في كلمتين. عرفتهم خلاص. روحية قالت لي على كل حاجة. روحية، اتفضلي اتفضلي، أنت مكسوفة ولا إيه؟ مفيش داعي للكسوف أبداً، بالعكس أنت لازم تفتخري بخطيبك. أنتوا مخطوبين؟ أيوه، لايقين لبعض خالص، مش كده؟ فعلاً، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك يا امال. ميرسي، انا عارفاكي بتقوليها لي من قلبك. انا كمان عايزه افرحكم زي ما فرحتوني. اقدم لكم ممدوح خطيبي. ممدوح انبل انسان في الوجود، وعلى قد ما كنت بتمنى انك تختاريه، على قد ما انا متخوف من جوازكم دلوقتي. ما كانش في قدامي حل تاني عشان انقذ كرامتي. قصدك تقولي كبريائك. مع الاسف السعادة في الزواج ما تتبنيش على الكبرياء، تتبني على الحب. Thank you.
أمال ما تتحركيش، عيني عمرها ما هتشوف صورة أجمل من اللي شايفاها دلوقتي. أنت الحلم اللي أصبح حقيقة. ياما وقفت مطرحك أتأمل الليل وأفكر فيك، أفكر إزاي أكلمك، إزاي أكسب قلبك. أمال أنت أصبحتي كل شيء في حياتي. مالي؟ في حاجة؟ تعبانة شوي. أنت بتعيطي يا أمال؟ أعذرني، أنا مبتدي حياة جديدة. اطمني، حياتك هتكون كلها سعادة. كل اللي أرجوه إنك تعتبريني صديقك. الصداقة الإنسان ما يكسبهاش في لحظة، وأكون بخدعك لو فهمتك غير كده. إحنا ما نعرفش بعض غير من مدة بسيطة. أحياناً نظرة واحدة تكفي. صحيح، لكن أنا ما عرفتكش كفاية. فاهم، أنا لسه ما وصلتش لقلبك، لكن مش كل الجواز عن حب. الجواز السعيد مش اللي يبتدي بالحب، اللي ينتهي بالحب. عشان كده أرجوك اديني فرصة نعرف بعض. لو تتصوري قد إيه بحبك. تعرفي إن ده طلب بسيط. أمال أرجوك. إيه مالك؟ مفيش. لكن أنت بتهربي مني زي اللي مش قادرة تتصوريني جنبك، يعني ما بترضيش. سامحني، كنت فاكرة أني هقدر أتغلب على شعوري، لكن إيه؟ الكلام ده ملوش معنيين. بتحبي واحد تاني؟ ردي. امال اتجوزتيني ليه؟ انا غصبتك؟ اتكلمي انطقي. الظروف كانت اقوى من ارادتي. ظروف ايه دي اللي تخليكي تتجوزي واحد وانت بتحبي واحد تاني؟ ما فكرتيش لحظه واحده في كرامه الراجل اللي هتتجوزيه؟ كرامتك محفوظه، انا سلمت قلبي بس، ما فرطتش في حاجه تانيه. انا مش بقولك كده عشان ادافع عن نفسي، انا بقولك كده عشان عمري ما خدعت حد، وعمري ما قلت غير اللي في قلبي. ما انتش خجلانه من روحك وانت بتقولي الكلام ده؟ احط امراه ما تعملش اللي انت عملتيه. ارجوك مفيش داعي نجرح بعض اكتر من كده. عندك حق، الطلاق بينا امر مفيش مفر منه، لكن لازم ننقذ المظاهر قبل كل شيء. لا انا ولا والدك نستحق الفضيحه اللي تستحقيها انت. لمده معينه هنعيش اغراب تحت سقف واحد، ده من ناس زوجين وبيننا وبين بعض انت في ناحيه وانا في ناحيه. اعملي حسابك من دلوقتي انت مالكيش وجود في حياتي. سهرت عيون والعاشق دب، والعاشق دب عيني علي. سهرت عيون والعاشق دب، والعاشق دب عيني علي. امتى المأذون يكتب للتب، يكتب للتب وادفع مية، وادفع مية والزفة تكون من الباب للباب. شانك ليلة الصباحية يا شلبي يا شلبي. وجعني قتل، وجعني قتل وماليش دي، وماليش دي. اه يا ام السج، وجعني قتل، وجعني قتل وماليش دي، وماليش دي. والقلب اشتاق وصبح تالل، وصبح تالل يا تمرجي، يا تمرجي. كتروا له الشام وهواك يا جميل، خد منهم صبرت لحد ما فضيه يا شلبي يا شلبي. على دك الحبل يا شلبي،
ده جمالك هوس المدرية يا شلبية يا شلبية ضروري ألفت نظرك إننا لازم نتظاهر بالسعادة. أنا عارفة واجبتي كويس. بالمرة أحب أعتذر لك عن اللي حصل مني امبارح. بعد ما فرضت علي حقك كزوج، بعد ما تأكدت إنك أول واحد. عمري ما شكيت في كلامك. أمال ليه؟ أعتبريها غلطة مش هتتكرر بعد كده. ابتسامة من فضلك. مراد وروحية بيبصوا. باين عليها كانت وحشك قوي. هي مين دي؟ أمال، من أول السهرة وأنت ما نزلتش عينك منها. أرجوك يا روحية بلاش الغيرة اللي ملهاش معنى، إحنا مش صغيرين. أوام كده كبرنا بعد شهر العسل. الله، انت خدتي على خاطرك. قومي بينا نرقص. اتفرج احسن. على ايه؟ على المنظر الجميل اللي قدامك ده. جواز حب. انا تعبت. يلا معاك. اتفضلي. يا جماعه مش ناويين ترقصوا الليله ولا ايه؟ انتوا ما غبتوش مننا؟ انتوا لسه في شهر العسل، انما احنا انتوا ايه؟ احنا خلاص راحت علينا، مفيش حاجة في الدنيا تنتهي بسرعة قد شهر العسل. احنا شهر العسل بتاعنا هيفضل على طول كده؟ صحة أملكم، صحة وأملنا. العروسان السعيدان. اتفضلي. أكبر كذبة في حياتنا. الصنف ده كويس قوي يا عادل. انا لازم اهنيك، اللي اتعلمته في شهور غيرك اتعلمه في سنين. ان جيت للحق، من يوم ما اشتغلت في المصنع فهمت لذة العمل. العمل هو كل شيء، هو الحياة. فعلا بيخلي الانسان يحس ان له قيمة في المجتمع. تعجبني. قولي بقى حلو، المصنع نقصه ممدوح صغير، مفيش حاجة في السكة؟ الله أعلم. تصور إن العمال كلها بتسألني؟ كله على الله. كان المفروض إن جوزك اللي يجي معاكي مش أنا. ما قدرتش أفتحه في الموضوع. ليه؟ المسألة في منتهى البساطة. هحاول يا بابا. إيه يا دكتور؟ كل خير، بس كان حقك تيجي من 4 أشهر. ليه؟ علشان تفرحي بالخبر الصار. طبعا تعرفي تشتغلي تريكو. ايوه طبعا. خلاص يا ستي مبروك، ابتدي اعملي الشرابات الصغيره. يا اختي علي جماله يا ناس. يا سلام يا امل، انا مش قادره اتصور ان انا هبقى طنط قبل ما اتجوز. ايه عرفك، يمكن تتجوزي قبل كده.
يا ريت وتبقى الفرحه فرحتين. ضروري ممدوح الدنيا مش سيعمل فرح. ممدوح ما يعرفش والله. ومستنيه ايه؟ هقول له الليله. اما هتبقى حته مفاجاه له طول عمره نفسه في ولد. قولي لي وانت بتحبي الاولاد قوي؟ طب احكي لي بقى شعورك ايه بالظبط؟ شعور غريب، مبسوطه وخايفه في الوقت نفسه. حاسه ان الدنيا ابتدى يبقى لها معنى جديد كان غريب عليا. تعرفي يا نوال، نظره البنت للجواز غير نظره الام. عايزه اقول لك عليها. ايه؟ بص على المخده اللي في سريرك وانت تعرف. ممدوح يعني ما قلتش حاجه. عاوزاني اقول ايه؟ انا عارفه قد ايه اسأت اليك وقد ايه اتعذبت بسبب الموضوع ده. انتهينا منه خلاص. في ظروف بتجد على الانسان تخليه يتمنى ينسى اللي فات. اللي فات مش ممكن يتنسي. ولا حتى ده. مفيش حاجة تقدر تغير الاتفاق اللي بينا. ومين قالك ان انا عايز اغير الاتفاق؟ انا قلتلك كده عشان من واجبي ان انا افهمك وانت ادرى الناس ده نتيجة ايه. نتيجة غلطة. تقدر تشوف اي طريقة تتخلص منه. تخلص منه؟ انا اللي عايزة اتخلص منه قبلك. انا اللي مش عايزة عشان ابنك. حالة مطمئنة وقوعها من على السلالم سبب لها إجهاض ونزيف شديد. مش ضروري أوصيك، راحة كاملة وعناية تامة ده بس اللي ممكن ينقذها. متشكر يا دكتور. أنا هكتب لك الروشتة. تقدري تسيبي اوضتك. وعلى فكرة انا عندي ليكي بشرة كويسة، الحادثة دي الحمد لله ما تركتش اي اثر، يعني اللي راح من السهل جدا انه يتعوض. بس بقى المرة الجاية تبقي تحاسبي وانت نازلة من على السلم. ضروري. هستأذن. مش هتفوت بكرة يا دكتور؟ انا خلاص ماليش لزوم، هبقى اطمن عليها في التليفون. مع السلامة. هستأذن. ممدوح ما بقاش يجي يشوفني ليه؟ يمكن عندي شغل كتير في المصنع. كان دايما جنبي وانا عيانة. فعلا ما كانش بيسيبك ولا لحظة. الحق عليا اللي خفيت. سمعت الدكتور قال ايه؟ كل شيء على ما يرام. انا عاوزك بقى تشدي حيلك وتعوضيه اللي راح. انا كنت عامل ترتيبي ان هبقى جد ما
مش مستعدة تنازع عن الحكاية دي. ايه رأيك بقى؟ ان شاء الله. ايه يا ممدوح؟ سايب المصنع وبتشم الهوا لوحدك؟ بتأمل البحر. قد ايه البحر هادي النهاردة؟ اهو ده اليوم اللي الواحد يصطاد فيه. نعمل ايه؟ من يوم عادل ما اشتغل في المصنع والسمك بيقشر بصر. مش امال اللي قاعدة هناك مع نوال؟ ايوه. قد ايه النهارده البحر هادي؟ شايف؟ والله انا كل اللي شايفه سمك في البحر بيشاور. يا خسارة. النهارده كان يومنا احنا. احنا مين؟ انا والصيادين يعني. تعرف يا نوال، انا بحمد ربنا على المرض اللي جاني. الأزمات بتعلمنا حاجات كتير، بتفتح عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول، زي العاصفة بعد ما بتمر بتخلينا نتأمل البحر ونبص فيه نشوف السماء. والله أنا مش شايفة إلا السمك بس. عشان أشكرك. على إيه؟ على اهتمامك بيا وأنا عيانة. أنا ما عملتش غير الواجب. كنت عايزة أقولك. إيه؟ مفيش حاجة. سلام، انا ما شفتش مصانع زي دي غير في اوروبا، ومتهيالي ان الكميات اللي احنا اتفقنا نوردها لكم مش هتكفي. احنا في امكاننا فعلا نضاعف انتاجنا، لكن الاسعار اللي حددتوها ما تسمح لناش. ليه؟ مالها؟ مرتفعه زياده عن اللزوم. يا راجل ما تبقاش طماع، احنا في الاتفاق الاخير مش راضيناكم على طول الخط. صحيح، لكن ارواحنا بقت في ايديكم، كل 3 اشهر تقدروا تلغوا الاتفاق. وغير كنا بنستورد البليتشنج باودر والصوديوم سولفايت من 4-5 متعهدين، دلوقتي بقينا مضطرين نستورد من المتعهد الوحيد رشدي ابو المجد. رشدي ابو المجد اصبح صحيح الوكيل الوحيد، انما ما تنساش انه الكلمه كلمتي. طبعا يا سيدي، بقيت الكل في الكل. مبسوط من اخوك، بطبق النظريات الحديثه. اه بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا. احنا قرايب فعلا. البيت بيتك، زمان الغدا جاهز، اتفضل. سفره دايما دامت حياتك. اتفضلوا نشرب القهوه في الصالون. يلا. احنا كنا نبقى سعداء اكتر لو روحية كانت جت معاك. بصراحة انا بعتبر السفرية دي اجازة من الحياة الزوجية. يا سلام، للدرجة دي مزهقاك الحياة الزوجية؟ مش مزهقاني بالمعنى اللي انت تقصده، ان انا مش شايف فيها حاجة جديدة، زي الاسطوانة المعلقة ماشي على نغمة واحدة. الحمد لله ان روحية مش سامعاك. ليه؟ عشان يمكن رسمالك في خيالها صورة غير اللي احنا شايفينها دلوقتي. اطمن، روحية كويس، ملهاش في الخيال. على العموم ده ما يمنعش تكون معانا في سهرة عيد ميلاد نوال. أنا مش هقبل أي عذر. ولا أنا. طبعا ده واجب. خلونا في سهرة الليلة، أنا عازمكم. تحبوا تسهروا فين؟ في المكان اللي تختاروا أمال. عفوني أنا الليلة، روح أنت مع عادل ونوال إن حبيت. أنت عارفة إن أنا ما أخرجش من غيرك. خلاص بقى يا أمال، إن ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطر ممدوح. أنا آسفة. على كل حال أنا هرجع الليلة أتصل بيكي بالتليفون. طبعا بعد اذنك يا ممدوح، يمكن تكوني غيرتي رايك.
الو الو، اديني من فضلك 61908. الو امال مراد افندي، ما لقيتش غير الطريقه دي عشان اكلمك على انفراد. انت لسه واخده على خاطرك مني؟ الموضوع ده انتهينا منه من زمان. لو تعرفي قد ايه لومت نفسي، لو تعرفي ايه كانت ظروفي. مفيش لزوم، انا ما طلبتش اعرف حاجه. عندك حق، جوازي كان غلطه بدفع ثمنها دلوقتي. من يوم ما افترقنا وانا ما دوتش طعم السعاده. يا ترى انت سعيده بجوازك يا امال؟ انت اخر واحد له الحق يسالني السؤال ده. كان عاوز منك ايه؟ ولا حاجه. انا ابوك يا بنتي وتقدري تصرحيني. لسه بتفكري فيه؟ انا بالعكس، ده انا بستسخف نفسي كل ما افكر اني في يوم من الايام كنت بفكر فيه. امال ايه سبب الحاجز اللي بينك وبين جوزك؟ انا ملاحظ كل حاجه، زي اللي يكون الحب هجر بيتكم. المراه يا بنتي هي محور الاسره، وهي المسؤوله الوحيده عن كيانها. عملت ايه عشان تأدي رسالتك؟ حاولت وما جنيتش غير التعاسة. انت اللي بنيتي تعاستك بايدك، جنيتي على نفسك ونسيتي ان السعادة ما تتوهبش، تكتسب، واساسها التضحية ونكران الذات. عارفة يعني ايه نكران الذات؟ يعني تتنازلي عن كبريائك وتحاولي باي طريقة انك تكسبي قلب جوزك. أنا شفت ممدوح من شوية بيتمشى على البحر. تتضايق لو أقف معاك شوية؟ البحر ملك للجميع. ايام زمان كنت فاهمه انه ملك لوحدي، كنت اجي هنا ابني قصوري على الرمل. فضل منها ايه؟ انا كمان ياما بنيت المصنع واللي فيه، بنيت امال واحلام اتهدت كلها في لحظه واحده، كانت برضو قصور على الرمل. مش هتقدر تسامحني في يوم من الايام. الواحد ممكن يسامح، لكن ازاي ينسى؟ أيام زمان لما كان الموج بيهتم قصر كنت ببنيه من جديد. واللي بنيتيه من جديد فضل منه ايه؟ أفتكر نروح أحسن، لو شافونا الناس يمكن يفتكروا اتنين بيحبوا بعض. الله يبارك فيك يا أمال. إنما إيه الحكاية دي؟ تالت مرة تقولها لي لليلاد. أصلي بحبك، وقبل كده ما كانش في فرصة عشان أقولها لي. وأنا كمان بحبك قوي يا أمال. اسمحي لي بقى يا أمال، ألف مبروك. ميرسي. أنا أصلي من يوم ما بطلت صيد السمك ما عنديش رياضة غير الرقص. اتفضلي. عن لاحظ ان نوال ما بترقصش مع حد غير عادل. وفيها ايه؟ ما يصحش، لازم تجامل كل ضيوفها. بعد الرقصه دي هقول له. تسمحي يا امل، هاخد مني جوزك. بقالكوا تلات رقصات بترقصوا سوا وما استأذنتيش قبل كده يعني. انت بتعديهم؟ طب ايد اربعه بقى. في حاجة مزعلاك يا أمل؟
لا ابدا. دي حفله عيد ميلاد والمفروض الابتسامه ما تفرقش شفايفك. امال عايز ايه تاني من اول السهره وانت بتصديني ليه؟ اما انت فاهم ان انا بصدك جاي ورايا ليه؟ عشان انا مش من النوع اللي بييأس بسرعه. انا عارفه نوعك كويس قوي. انت غلطانه يا امال، انا مش زي ما انت فاكره. من فضلك انا مش عايزه اي كلام بيني وبينك بقى. قد كده قلبك مجروح؟ انت مغرور قوي. ابدا، انما الدليل قدامي. من اول السهره وانت بتراقبي جوزك، هو مش مهتم بيكي ومهتم بغيرك. وجاي حضرتك تواسيني؟ لا، انما جاي افهمك انك انت ما تستحقيش كل ده. انا نلت اللي استحقه كويس. في ايه؟ طول الوقت وانتوا بترقصوا مع بعض. وفيها ايه؟ بيني وبينك احنا اتفقنا. على ايه؟ على اننا نصطاد سمك سوا. ايوه. باركيلي يا امان. انت عارفه اننا بنحب بعض. عايزينك تكلمي ممدوح تشوفي رايه ايه. طيب قولي لي امان دلوقتي حالا تكلميها؟ لا مؤاخذه يا روحيه هانم، هحرمك من ممدوح شوي. ده من حقك طبعا. عن اذنك. خير. عايز اكلمك في موضوع مهم. اتفضلي. ارجو ان اللي بيننا ما ياثرش في ردك. اتفضلي. انت بتحب عادل؟ معاملتي له فيها الرد الكافي. عادل بيحب نوال والاتنين بيتمنوا لو توافق على جوازهم. الجواز ده عمره مستحيل. بترفض؟ ايوه. ايه السبب؟ مفيش داعي نزود الروابط، بين اسرتين متفقين انهم يسيبوا بعض. ممدوح انتقم مني انا، لكن هم ذنبهم ايه؟ انا ما بنتقمش من حد، اللي يهمني سعاده اختي. نوال بتحب عادل لسوء حظها. يخلصك تحطم قلبها؟ افضل ان قلبها يتحطم قبل الجواز على انه يتحطم بعد الجواز. ممدوح متغير قوي. فعلا. هدخل اسال امال. حصل ايه يا امال؟ رفض. والسبب؟ ما قالش. انا عارف السبب، فاكرني طمعان في ثروتها، لكن انا حسبت له عكس كده. هنتجوز ونعيش على قدنا. تعيشوا على قدكم ليه؟ ممدوح عارف ان احنا فقراء. فقراء دلوقتي؟ ده صرح لك بالحقيقه. احنا ما نملكش اي شيء يا امال. والعزبه اتباعت وممدوح اشتراها عشان ينقذ سمعتنا وشرفنا. الكلام ده حصل امتى؟ قبل ما تتجوزوا بشويه. يعني خدني فقيره؟ ايوه. وما قاليش طول المده دي رغم اللي عملته فيه. ايه هو اللي عملتيه فيه؟ ولا حاجه. يلف كتير يتعب. قولها لنفسك. قلتها من زمان وبحاول اعزي نفسي. تعزيه ما تشرفش. اهي دي نقطة الضعف فيا، لكن انت تقدري تنتقمي لو تفهميني. انا فاهمك كويس وفاهمه اللعب ده ليه. اللي رميته حلال عايز تلمه حرام. اسمع، اذا كنت فاهم ان كل الستات زي روحية فانت غلطان. في ستات مهما حصل ما تردش الخيانة بالخيانة. وكرامتك؟ كرامتي في اني احترم نفسي واعرف ازاي اكون جديره باحترام الناس. والله انا نفسي قوي اشوف دكتور. اتفضلي بكل سهوله. بس ياك ما ضايقكش. لا ابدا. طيب ان شاء الله انا هزورك. تعالي في اي وقت. مشتي قوي.
روحية تسمحي لي بكلمتين؟ كلمتين بس، عن إذنك يا ممدوح. تفضل. في حاجات إذا كنت أنت تقبليها أنا ما أقبلهاش في بيتي هنا. حاجات؟ زي إيه يا حبيبتي؟ زي جاريك ورا جوزي مثلا. شفتني يعني ضربته على إيده، ما هو حر. وأنا كمان حرة أدافع عن كرامتي زي ما أنا عايزة. من فضلك سيبي البيت ده دلوقتي حالا. بتطرديني من بيتك؟ افهميها زي ما تفهميها. وإذا رفضت دلوقتي أنا بقولها لك بيني وبينك، هتضطريني أقولها لك قدام كل اللي موجودين. قد كده بتكرهيني؟ بحاول أبادلك نفس شعورك. من زمان وأنت ملحقاني بحقدك وغيرتك. الأول خدتي مني خطيبي، ودلوقتي بتحاولي تاخدي جوزي. الحمد لله ما عرفتش أحافظ على الأول، لكن هعرف إزاي أحافظ على التاني. إذا كانت الحكاية تحدي فأنا مش خارجة من هنا، وأعملي اللي تعمليه. كده؟ أيوه كده. اتفضل خد مرادك واخرج من البيت ده قبل ما اضطر استعمل طريقه تانيه لطردكم. اللي قلته ده مفهوم مش كده؟ انا ما قبلش الكلام ده الا من صاحب البيت. الست اللي بتحمل اسمي بتتكلم باسمي. اي كلمه تقولها انا موافق عليها. مهما كانت النتائج؟ مهما كانت النتائج. أرجوكم يا جماعة تعتبروا المسألة انتهت. تفضلوا تفضلوا. يا بابا انت لازم ترد الاهانة دي، لازم تطربع المصنع ده على دماغتهم. طيب هدي نفسك انتي، احنا لسه ما قلناش كلمتنا. كلمة ايه يا بابا؟ ما انت يا مراد انت. انا مش هتكلم، انا هنفذ. دول روحهم في ايدينا. انا طلعت حدي لما احتفظت روحي بحق الكونتراتو كل 3 اشهر، يبقوا روحوا دوروا على كلور او بليتشنج باودر. برافو يا مراد. اذا العقود تلغى، والخامات كلها تتلم من السوق باي ثمن. قولي من فضلك، الخامات بتوردها المصنع الورق الاهلي بكام؟ ب40 طرناطة. انا مستعد اشتري الاستوك اللي عندك كله ب60. ان كان هتدفع 60 انت اولى. على شرط ما تبيعش لحد غيري. طبعا 60 سعر كويس، بس الجماعه دول بعملهم من كذا سنه. اديك 70 في الطرناطة عمه، رايك؟ 70 استبينا. الكميات ناقصه ليه؟ الموردين فهموني ان دي اخر كميات يبعتوها. ابو المجد احتكر السوق كله. ابو المجد؟ ايوه. هي دي بس الامامه اللي فاضله؟ ايوه. افتكر الكميه دي هتقضينا لحد امتى؟ يا دوبك التسليم اللي جاي. طب وبعدين؟ احنا ورانا التزامات. التزامات متلتله. هنعمل ايه بس يا ربي؟ هنعمل ايه؟ اجمع لي العملاء كلهم، انا عايز اكلمهم. واحنا مالنا اذا كنتوش لايين الخامات؟ احنا كمان ورانا التزامات. ايوه بس الظروف دي خارجه عن ارادتنا، والمهله اللي انا طالبها بسيطه. المهله دي ممكن تخرب بيتنا. العقود اللي بيننا صريحه، يعني استلم البضاعه يا تدفع الغرامه. انا مسافر اوروبا ومش طالب اكتر من شهر واحد. شهر واحد يفوت بسرعه ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط عندك حق. ايوه بس دي عقود. احنا فاهمين انها عقود، لكن احنا بينا وبين بعض عيش وملح يا اخوانا. هي السنين اللي فاتت دي تتنسي بسهوله. انا موافق. مفيش مانع. احنا موافقين يا جماعه. موافقين. انا متشكر. طمني ازاي صحته دلوقتي؟ بيطلع في الروح. اهانتك هتلفه اللي وراه واللي قدامه، كل اللي بناه في سنين هيديهولك في ثانيه. خش يا عبد السلام. تعال قول لنا حصل ايه في اخر اجتماع. وافقنا على المهله. وعملنا ايه؟ خليناه يسافر مطمن، يركب الطياره من هنا والعقود تتنفذ من هنا. لا والغرامه مش بسيطه، 200 جنيه على كل يوم تاخير، يعني 6000 جنيه في الشهر. في كذا عميل. يبقى اشترينا المصنع. دي مش اول محنه تصادفنا. مرينا قبل كده بازمات كتير وتغلبنا عليها. المصنع هيتقفل قد ايه الله اعلم، لكن ما يهمكوش،
مرتباتكم هتصرفوها بالكامل. احضر مصنع واحد نقدر نستنى. اشكركم على الشعور النبيل ده، لكن اللي يهمني طول مدة غيابي في الخارج انكم تصرفوا مرتباتكم بالكامل، وان شاء الله لما ارجع هيكون ربنا عدلها. مع السلامة، ربنا يوفقك. الشركات دي سبق وتعاملنا معها، علشان كده عندي امل كبير ارجع معايا اتفاقات عن المواد الاولية تفك ازمتنا. ربنا معك. شكرا. يدوا كلمة من هنا ويستنوا لما يسافروا ويسلموا الورق للمحامي. أنا من رأيي نبعت له تلغراف. طب وهنستفيد إيه؟ بس نزعجه على الفاضي. جالك كلامي؟ كنت دايما أقول لك مراد هيطربق الدنيا على دماغنا. شيء يتصلح يا بنتي. كل ده بسببي انا. ايه اللي جبته الممدوح غير المصايب والخراب؟ عرفتي قيمته دلوقتي؟ مهما هعمل مش هقدر اوفي دينه علي. دينه علينا كلنا. ست روحي، واحده ست طلبت قابل حضرتك. مين دي؟ بتقول انك تعرفيها واسمها امال. امال؟ وجاي تعملي هنا؟ انا عارف. وهي فين دلوقتي؟ مستنياكي في الصالون. طب انا رايحه. ليك عين تدخلي بيتي بعد اللي حصل منك؟ روحية، انا صحيح اهنتك ومش جايه ادافع عن نفسي، أنا جاية أرجوكي ترحمي جوزي، هو ملوش ذنب في اللي حصل. كده الظاهر إن الدرس نفع. أنا شايفة كمان إن لهجتك اتغيرت قوي. مش بس لهجتي، أنا نفسي اتغيرت. مين كان يصدق أمال المتعجرفة بتاعت زمان تنزل مناخيرها في الأرض وتيجي لحد هنا؟ اطلبي اللي أنت عايزاه، أي طردية تطلبيها، بس أرجوكي ما تأذوش جوزي. أنا ما عنديش مانع، بس على شرط تعتذري. لا يا هانم، الاعتذار بيني وبينك مش كفاية، زي ما أهنتيني قدام الناس تعتذري لي قدام الناس. إيه رأيك؟ أنا مستعدة. تفضلي. اسمحوا يا جماعة لحظة واحدة. أمال هانم حرم الأستاذ ممدوح سالم، عايزة تقول لكم كلمتين. أنا أهنت روحية هانم في بيتي وجيت هنا عشان أعتذر لها وأرجوها تقبل اعتذاري. ودلوقتي بقى تاخد بعضك وتخرجي من البيت ده حالا قبل ما تضطرين أشوف لك طريقة تانية عشان أطردك. إيه؟ ما تفتكريش انك تقدري تضحكي على عقلي، احنا عمرنا ما هنبقى خالصين. اتفضلي. طلب رخيص، انت بس غلطتي في العنوان. لو قصدتيني انا بدل روحيه كنت وفرتي على نفسك الاهانه. قصدك ايه؟ قصدي اني طول عمري بحبك يا امال، حتى جوازي ما غيرش حاجه في عواطفي بالنسبه لك.
كلمة تشجيع منك وتلاقي طلباتك كلها اتنفذت. وإيه يضمن لي؟ روحية قالت نفس الكلام ده. روحية شيء وأنا شيء تاني. وأنا عشان أثبت لك إني بحبك هنفذ الأول. من بكرة المصنع أشتغل تاني لو توافق. إيه رأيك؟ موافقة. وإيه يضمن لي إنك توفي بوعدك؟ تطلب إيه؟ امضى بسيطة على جواب حب تكتبيه باسمي. لو ما نفذتيش وعدك أسلم الجواب ده لجوزك. عملتيه عشان تصلح الامور بالسرعه دي؟ رحت الروحيه واعتذرت لها وكل اللي فاتت نزل. انا مش مصدق عيني والله. عفارم عليك يا ستي امال. المهم اننا نسلم البضائع في مواعيدها. يا ترى نلحق؟ هنلحق. دول 3 ايام اللي هنشتغل ليل ويا نهار. نشتغل. ليه ما دقتيش طعم النوم؟ لازم نلحق في الميعاد. على الله. الأستاذ ممدوح يكون هنا بنفسه عشان يشوف المعجزة دي بعينه. ألو؟ أيوة أنا. لا ما نسيتش. طمنتيني، بحسبك بتتهربي مني. كلمتك قبل كده مرتين من مصر، وبعدين قلت أجي بنفسي أبارك لك وأبارك لروحي. بكلمك من الونسة. أنا مستنيك الليلة بفارغ الصبر عشان أسلمك الجواب، مش هقبل أي عذر بعد كده. أنا ما تعودتش أقدم أعذار لحد. مني الحقيقة التي لن يقولها لك أحد غيري أنا. قد كان علي لأنقذ المصنع أن أعد بأمر لا يمكنني الوفاء به، وهو أن أصبح ملكا لغيرك. لذلك فضلت الموت. فاصفح عني وتذكر دائما أنني أحببتك، ولكن بعد فوات الأوان، وأنني فضلت أن أموت وأنا جديرة بك. يا إيه أمل، ما انتش نازل البحر النهاردة؟ روحي انتي وأنا هحضر. اكتئب ما تتأخريش. نوال. أفندم. مالك؟ كنت عايزة أقولك بخصوص جوازك انتي وعادل،
قلبي بيقول لي ان ممدوح اول ما يرجع بالسلامه هيوافق. أستاذ مراد، مفاجأة مش كده؟ لا أبد، اتفضل استريح في المكتب أنا جاية لك حالا. أما محمود خدي الشمسية وديها البلاج. حاضر يا فندم. أفندم يعني ما جيتيش زي ما وعدتيني امبارح، فضلت مستنيكي طول الليل. وهتفضل مستني على طول. فكرتي كويس في اللي انت بتقوليه ده؟ ما تنسيش ان المصنع لسه فضت ايدي. متهيألك التسليم تم في ميعاده خلاص. والشهر اللي جاي يكون ممدوح رجع وعارف ازاي يستغنى عنكم. والجواب اللي كتبتيه ما يهمنيش. انت عايزه تضيعي نفسك؟ اضيع نفسي لو اسلم لندل زيك؟ مش قادره اتصور ازاي كنت في وقت من الاوقات واثقه فيك. أمال فكري كويس، الجواب ده ممكن يهدم حياتك، ما تضطرنيش أقدمه لجوزك. لو عندك ريحة الشهامة مش هتقدمه. لا يا شيخة، وكتبتي ليه؟ اسمعي، أنا وفيت بوعدي ومش هحلك من وعدك. أنا كنت عاملة حسابي ولقيت الطريقة اللي تحلني من وعدي. أخرج بره. ما تبيش تقولي إن أنا ما حذرتكيش، أنت جنيتي على نفسك. مراد، ايه الصدفة السعيدة دي؟ قد ايه كنت مشتاق لك؟ تعرف لما كنتش جيت لحد هنا كنت هسافر لك بنفسي لمصر. بمناسبة ايه؟ يا سلام، تنقذ المصنع وما نشكركش؟ يا اخي ده احنا قرايب. فعلا، والشهادة لله ما خيبتش ظني. اشكرك، ودلوقتي عن اذنكم. على فين؟ اصلي مرتبط بميعاد مهم في البلد. يا سلام، اجله يا اخي، هو من 5 دقايق. ده انا ليا معاك حديث طويل خالص. امال، انا قابلت نوال من شوية مستنياك على البلاج، اسبقينا لحد هناك واحنا هنحصلك. والله سلامات يا مراد، بالسلامة. تعرف ان الجميل اللي انت عملته فينا ده ما يتنسيش ابدا. دلوقتي نقدر نتكلم بصراحة، لحد امتى هتفضل ملاحق امال بدنقتك وخستك؟ قصدك ايه؟ انا واخد بالي منك ومن كل تصرفاتك. تقدر تفهمني ليه تهربت من مقابلة والدي بعد ما رجعت من السفر؟ عشان عرفت ان امال اصبحت فقيرة. تقدر تقول لي ليه طردتك من بيتها؟ عشان كنت بتحاول تجرها وراك في طريق الخيانة. وتقدر تقول لي ليه دلوقتي طردتك تاني؟ عشان الندل القديم ما تغيرش وبيحاول يوصل لأغراضه بأي تمن. وعلى فرض هتعمل ايه؟ ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فهمي. ما اديتناش خبر يعني كنا طلعنا نستقبلك. طيب. في حاجات أهم دلوقتي يا فهمي، طمني، أنا شايف المصنع بيشتغل. بيشتغل والأشياء معدن ووفينا كل التزاماتنا. بيشتغل إزاي؟ ست أمال سافرت مصر وسوت الخلافات كلها مع الجماعة. أمال؟ الشهادة لله عملت معجزة. قعدت 3 أيام بلياليهم على أيدين العمال ورفضت تنام. كبير وصغير في المصنع دلوقتي بيحلف بحياتها. ربنا يخليها لك، دي ست ولا الرجالة. هي فين دلوقتي؟ ضروري في البيت بتستريح. طمني قبل عملت ايه؟ كل خير، كل خير الحمد لله، الحمد لله يا رب. يا كلب اوعى توريني وشك هنا بعد كده. مش هوريك وشي بعد كده، انما هسيب لك التذكار ده. عادي، جرى لك حاجة؟ لا خلاص،
مفيش حاجة. ايه سبب الخناقة؟ حساب قديم بيني وبينه. نبيل. الجواب ده كذب في كذب، اوعى تصدق ولا كلمه منه. دلوقتي امال بنفسها تشرح لك كل حاجه. انا هروح عند اهلها حالا. ما شفتش أمال؟ لما اهتمت شوية ماشي على السكة الحديد.